مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع، حيث تتأثر المملكة بمنخفض جوي مصنف من الدرجة الثالثة مصحوب بكتلة هوائية باردة. هذا المنخفض يستمر تأثيره أيام الأحد أو يبدأ تأثيره من مساء يوم السبت ويوم الأحد ويستمر حتى يوم الثلاثاء. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، سيتي مول مكانك المفضل، تمويلكم المفضل، المهنية للمختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم، شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد إن شاء الله تتأثر المملكة بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، أجواء باردة غائمة ماطرة في معظم مناطق المملكة، أيضا تشتد الرياح الجنوبية الغربية وتكون مثيرة الغبار والأتربة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة قبل الهطول. لكن الأجواء بشكل عام باردة وغائمة مواطرة. الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية العظمى 14 والصغرى 10، المرتفعات الوسطى 10 إلى 7، والمرتفعات الجنوبية 10 إلى 4، والأغوار 23 إلى 13 درجة، وخليج العقبة 22 إلى 12، البادية الجنوبية الشرقية 14 إلى 6، والبادية الشرقية 18 إلى 7 درجات مئوية. يوم الاثنين يزداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المملكة مزيد من الانخفاض، تنتشر الأمطار في معظم مناطق المملكة، تكون غزيرة أحيانا وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان السيول وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. درجة الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 14 العظمى والصغرى 11، المرتفعات الوسطى 10-8، المرتفعات الجنوبية 7-6، الأغوار 22 إلى 12، وخليج العقبة 21 إلى 13 مع سقوط زخات رعدية من المطر. والأمطار يوم الاثنين بتكون أكثر انتشار أكثر شدة، تكون أحيانا مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد والرعد وتكون غزيرة أحيانا. المناطق الجنوبية الشرقية 12-8 والمناطق الشرقية 14 إلى 7 درجات مئوية. يوم الثلاثاء بقايا الكتلة الهوائية الباردة يستمر تأثيرها على المملكة، هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيا، تخف حدة الأمطار وشدة الأمطار بس تكون الأجواء غائمة جزئيا، هناك أمطار متفرقة بين الحين والآخر. المناطق الشمالية 17-12، المرتفعات الوسطى 13-7، المرتفعات الجنوبية 10-6، الأغوار 24-14، وخليج العقبة 23-14، المناطق الجنوبية الشرقية 14-7، والمناطق الشرقية 18-7 درجات مئوية. يوم الأربعاء إن شاء الله استقرار نسبي على الأجواء وارتفاع آخر على درجات الحرارة، تقريبا تقترب من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا وأيضا تميل للبرودة أثناء الليل. الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية العظمى 19 والصغرى 12، المرتفعات الوسطى معدل حرارة العظمى 15 ومعدل الصغرى 10، المرتفعات الجنوبية 14-10، والأغوار 27-17 درجة مئوية، وخليج العقبة 26-18، البادية الجنوبية الشرقية 20-11، وأيضا 20-10 في البادية الشرقية.
يوم الخميس أجواء تقريبا ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، فرصة ضعيفة أو احتمال لسقوط بعض الأمطار في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة. الأجواء درجة الحرارة في المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا بشكل عام، غيوم متوسطة وعالية معظمها. الحرارة العظمى في المناطق الشمالية 21 والصغرى 14، أجواء دافئة. المرتفعات الوسطى 18 إلى 11، المرتفعات الجنوبية 15 إلى 10، والأغوار والبحر الميت 28 إلى 18، وخليج العقبة 27 إلى 18، البادية الجنوبية الشرقية 21 إلى 11، والبادية الشرقية 22 إلى 11 درجة مئوية. أيضا يوم الجمعة أجواء غائمة جزئيا دافئة نسبيا، تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة، أجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل. الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية العظمى 21 والصغرى 13، مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر. المرتفعات الوسطى 18-8، المرتفعات الجنوبية والمنطقة الجنوبية هناك فرصة أيضا لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. المرتفعات الجنوبية 15-9، العقبة أيضا أجواء دافئة وغائمة جزئيا وفرصة لسقوط زخات رعدية من المطر. العظمى 29 والصغرى 15، البادية الجنوبية الشرقية غائمة جزئيا وماطرة أحيانا 21-10، والمناطق الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر، والعظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، سيتي مول مكانك المفضل، تمويلكم المفضل، المهنية للمختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.